ويلكم باك من جديد في القناة، حيث نقوم اليوم بجمع البلورات المشعة في منطقة إينازوما، حيث أننا في البداية سنبدأ من معبد ناروكامي. نتجه إلى منزل كاميساتو حيث سنجد 2 من البلورات. الآن نتجه نحو غابة شينجو حيث نجد 3 بلورات. الآن دور مدينة إينازوما. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.